السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ طيب الحمد لله. الحمد لله والله. شيخ ايمان يحبك في الله. والله شيخ احبك الله الذي احببتنا له. شيخ انا طالب لسه صغير كده في الكلية، ويعني واطلب احفظ الحمد لله رب العالمين في كتاب واحفظ قرآن، واطلب من حضرتك نصيحة لو انا نفسي ابقى زي الشيخ مصطفى العدوي كده باذن الله رب العالمين. لا اطلب انك تكون احسن من مصطفى العدوي، اطلب من الله وما كان أعطى ربك محظورا، لكن أنصحك أن تتقي الله ثم تركز على الكتاب والسنة الصحيحة. في زمن قصير ستحصل علما غزيرا. امسك المسألة من أصولها، كتاب ربي، تقرأ في تفسيره، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة. ركز على هذا الأصل من أول أمرك وبإذن الله ستوفق. ربنا يبارك فيك يا شيخ. معلش سؤال ثاني سريع.